ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. برج الجوزاء هنتكلم على الوضع العاطفي بالنسبه لك خلال شهر مارس لعام 2022. برج الجوزاء مبدئيا انت عندك الوضع العاطفي ما اجمله وما اروعه جدا جدا، لان انت عندك اجواء كتير مميزه بسبب كوكب الزهره اللي هيبقى موجود في برج الدلو من يوم 5 او من يوم 6 بتبدا تاثيرات. فانت بالنسبه لك عندك اجواء بتبقى لطيفه جدا جدا جدا، بتبدا تبقى افضل تبقى احسن، بس انت مش هتحس التاثيرات الايجابيه من يوم 6 او حتى يوم 7، هتبدا تحس التاثيرات الايجابيه بالفعل هي من يوم تسعة، لان وقتها القمر هيبقى موجود عندك، لان الفتره اللي قبل القمر موجود في الوضع المعاكس بالنسبه لك. المهم هتبدا تحس ان الاجواء العاطفيه جيده كتير جدا ورائعه جدا جدا ومتميزه، واجواء فيها تصالح تناغم في الفكر، اخبار ساره واخبار ايجابيه على المستوى العاطفي من يوم تسعة، اي الاسبوع الثاني، من بدايه الاسبوع الثاني. فاذا ده الوضع رائع مميز كتير، فيه كمان عندك علاقات صداقه تتحول لعلاقات عاطفيه، علاقات من الماضي بترجع وبترجع باقوى من قبل كتير جدا، في عندك تصالح جدا، في عندك تناغم في الفكر كبير، عندك ان انت بتدور كتير على بكره، بتدور كتير على ان انا عايز ابعد عن جو المشاكل والخلافات وان انا اكون بدعم الحبيب اكتر. ممكن يكون بالنسبه لك عندك مواليد او سفر او تعايش مع الحبيب بعيد عن اشخاص متنمرين او اشخاص بيحاولوا ان هم يؤذوكم نفسيا، في اجواء حب واجواء رومانسيه، في تصالح كتير، في اهتمام ببكره واهتمام باولادنا واهتمام ببيتنا واهتمام بمستقبلنا جدا. برج الجوزاء ما شاء الله جدا على الوضع العاطفي، لكن بالنسبة للوضع خلال الشهر علاقتك مع كل برج الدنيا ماشية ازاي، لانها بتختلف شوية. طيب بالنسبه لي برج الحمل، الحمل والجوزاء انتوا الاثنين اقدر اقول ان اول 3 اسابيع مش افضل حاجه، بسبب ان برج الحمل هو عنده معاكسه من الشمس جدا وضغوط شويه، الى ان انت الحمل عليك اول 3 اسابيع، الحمل عليك فيه ان انت تقرب من الحمل اكتر، تحبه اكتر، تهتم بيه اكتر، تسنده اكتر، هو منجذب ليك وانت منجذب ليه بقدر عالي جدا، مهما تعملوا في بعض ومهما العصبيه اللي تلاقوها على بعض او من بعض بتكونوا قد ايه، اللي هو برضه بحب، مش عارفه بحب، عارفين الجو ده، انتوا الاثنين هتبقوا حلوين كتير ما شاء الله. فاذا حاولوا كتير تطيبوا خاطر برج الحمل اول 3 اسابيع، وهو هيعوضك جدا خلال الاسبوع الاخير. العلاقه دي فيها مواليد. اما بالنسبه لي برج الثور وبرج الجوزاء، الثور والجوزاء اقدر اقول ان انتوا بالنسبه لكم في جذب قوي وفي اجواء عاطفيه جيده جدا، وفي بدايات عاطفيه، في زواج، في خطوبه، في تحديد موعد اول 3 اسابيع. اول 3 اسابيع بالنسبه لكم، خاصه الاسبوع الثاني والثالث هيبقوا رائعين او احسن الوقت المميز بالنسبه لك في التحسن العاطفي، يمكن يكون في وقت مناسب او موعد مناسب بالنسبه لكم. الجوزاء والجوزاء انتوا الاثنين اقدر اقول ان في نسبه رجوع عاليه، في اجواء اقدر اقول لطيفه جدا، في مواليد موجوده، في اخبار ليها علاقه ببكره جدا، في حركه انتقاليه مميزه. اما بالنسبه لي برج السرطان وبرج الجوزاء، السرطان وبرج الجوزاء انتوا الاثنين يعني السرطان في غيره شويه او في قلق، في خوف، بس الفكره كلها ان برضه هو منجذب جدا للجوزاء، يعني في انجذاب حلو جدا، بس الفكره كلها ان في رغم الانجذاب ده في غيره، في خوف، في قلق، في ان انت شاكك في طرف ثالث، في عندك نوع من انواع الشكوك، ما تسلموش ودنكم لاي حد او اطراف خارجيه، فكروا كويس قوي في العلاقه دي، فكروا في ان انتوا الاثنين تجذبوا بعض وبس. اما بالنسبه لي برج الجوزاء وبرج الاسد، الجوزاء والاسد في حب، في انجذاب خطير جدا، في اجواء اقدر اقول انها لطيفه، في وقت احنا قادرين على ان احنا نستمتع بيه اكتر، على ان احنا نحب الحياه اكتر، قادرين على ان في نوع من انواع الفرفشه اصلا، في هزار، في جذب. فاذا الاجواء اقدر اقول انها لطيفه جدا جدا، وبالنسبه للناس المنفصلين هيبقى في رجوع او في حلول مشاكل. اما بالنسبه لي برج الجوزاء وبرج العذراء، الجوزاء والعذراء اقدر اقول ان في حيره شويه، في العذراء محتار في امرك يا برج الجوزاء، محتار، وبرج الجوزاء رجل الجوزاء محتار شويه في مرأة العذراء بان هو مش قادر يفهمها، حاسس انت كويسه ولا مش كويسه انت، والجوزاء انت اكتر حاجه ممكن تكون بتتضايق منها الانتقاديه من العذراء، بس الفكره كلها ان هيبقى في حنيه موجوده، يعني رغم ان في انتقاديه، رغم ان في ان احنا مش فاهمين بعض، اللي هو ايه الدواخل النفسويه لكل واحد، الا ان هيكون في كتير حب، في انجذاب، في حنيه، في تعامل حنين جدا، وبالنسبه للمنفصلين في رجوع.
الجوزاء والميزان. الجوزاء والميزان علاقة كتير رائعة، فاهمين بعض، فاهمين بعض وحابين بعض جدا، على قد ما هما الاتنين ممكن يدبوا في بعض شوية ويتخانقوا شوية، إلا إن بعد كده كأن مفيش أي حاجة، كأننا كنا بنتكلم كلام عادي جدا يعني، مفيش مشاكل يعني. أما بالنسبة لبرج العقرب وبرج الجوزاء، هيبقى فيه أولا رجوع، في نسبة رجوع قوية جدا، في حال أقدر أقول إن في حب، في رجوع، في رومانسية، في أجواء أقدر أقول إن هي انجذاب حلو قوي 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 ما بينكم انتوا الاثنين. اما بالنسبه لي برج الجوزاء وبرج القوس، برج الجوزاء والقوس انتوا الاثنين عاملين زي فكره ان احنا حنينين على بعض، عارفين بعض، شايفين بعض بالشكل الصحيح، داعمين بعض جدا، في حنيه بتوجهوها لبعض، في ان انتوا خايفين على بعض، بتساندوا بعض، بتقلقوا على بعض جدا، ففي ده جدا، ففي حاله من الحب يعني. اما بالنسبه لي برج الجدي وبرج الجوزاء، الجدي والجوزاء اقدر اقول ان انت بالنسبه لك معاه يعني في حاله كده، هي اولا في اجواء اقدر اقول ان هي فيها حب وفي مواليد، في تصالح، بس الفكره كلها برضو ان في نوع من انواع كده القلق او الانتقاديه، خاصه عند الناس اللي هم متخاصمين مع بعض، احنا عايزين نصلح من بعض، عايزين ان احنا نرسي على حل معين، بس الجدي بيطلع عينه شويه مع الجوزاء يعني، فعلا الجدي بيبقى يعني ربنا يكرم برج الجدي ويبقى عنده طاقه صبر اكتر في الخلافات والمشاكل اللي ما بين، يعني هيبقى في تصالح وفي وصول لحل جدا، بس مع اللي هو الجدي عايز يشد حيله شويه، تمام، خاصه اول 5 ايام، خاصه اول 5 ايام. طيب اذا في تصالح، في تحديد موعد خطوبه، تحديد موعد زواج، في اقدر اقول جذب هايل جدا، في مواليد موجوده في العلاقه دي. اما بالنسبه لي برج الدلو وبرج الجوزاء، الدلو والجوزاء علاقه كتير رائعه، علاقه متميزه جدا، في كتير من الاخبار الساره اللي هتبقى موجوده في العلاقه دي، رغم ان ممكن يكون في شويه عند او في شويه نوع من انواع الحيره، في اجواء متعلقه يعني، في كده في عند، في حيره، في اللي هو كل واحد متشبث برايه، بس في حب، بس في علاقه حلوه، بس في اخبار حلوه، بس في تناغم في الفكر، رغم العند في تناغم في الفكر، يعني انتوا عارفين فكره لما نيجي نفكر في مشروع، نفكر في ان احنا نعمل مش عارفه، هتلاقوا نفسكم بتفكروا في الحاجه مع بعض، بتقولوا الكلمه مع بعض، بس في عند بقى ليه علاقه بايه؟ اولا في مشاكل عائليه عاطفيه، مشاكل عائليه عاطفيه، فعايزين نصلح النقطه دي، لا اللي قدامنا يعند، يعني الطرف الاخر منكم يعند، لان كرامتكم عاليه قوي وبتبصوا كتير لنفسكم وبتبصوا كتير، لا انا ما ينفعش اقلل من نفسي، فالنقطه دي هي بس اللي يمكن تكون سبب المشاكل اللي تبقى موجوده. اما بالنسبه بس حاولوا تعدوها طبعا، انتوا الاثنين يعني علاقه كتير جيده يعني. اما بالنسبه لي برج الحوت وبرج الجوزاء، برج الحوت والجوزاء في انجذاب كتير حلو جدا، خاصه ان الحوت هو اللي منجذب للجوزاء جدا، الحوت منجذب للجوزاء، ممكن تكون العلاقه دي علاقه صداقه تتحول لعلاقه عاطفيه، في اجواء اقدر اقول انها لطيفه جدا في العلاقه دي، الحوت هيبقى خاصه لو مرأة الحوت هتبقى شايفه رجل الجوزاء ده حاجه مبهره جدا، فده شكل العلاقه ما بين برج الجوزاء وكل برج من الابراج. طبعا انت بالنسبه لك اذا في علاقات صداقه تتحول لعلاقات عاطفيه، ده موجود جدا، وده بيساعد الناس اللي هم مش مرتبطين ان يبقى في ارتباطات كتير قويه، في نسبه مواليد، في نسبه تحسن في العلاقات جدا مع ابراج كتيره. بالنسبه للناس المنفصلين في نسبه رجوع، وكمان نسبه رجوع بتبقى افضل من الاول، لو انت عندك شخص بقى مضايقك، النقطه دي لو انت عندك شخص مضايقك من الوضع العاطفي، او شخص ظلمك، او شخص جرحك، انت قادر جدا على ان انت تاخد حقك خلال هذا الشهر، يعني شهر انت بتقدر تسترد كرامتك، تسترد حقوق، تسترد مثلا اجواء متعلقه بحقوق ماليه، حقوق قانونيه، فعندك الاجواء دي جدا جدا يا برج الجوزاء. طيب ده بالنسبه لي برج، وعلى فكره هيبقى في شخص بيدعمك جدا من الاصدقاء، وهيبقى عايز يحول علاقه الصداقه لحب، وممكن تبقى علاقه صداقه قديمه كانت عايزه تتحول لحب، برضو ده موجود جدا خلال الفتره دي. مش عايزه اطول عليكم اكتر من كده، ولكن بتمنى لكم كل الحب وكل سعاده، ما تنسوش اللايك وشير واشتراك في القناه وتفعيل الجرس. سلام.